بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الدعوة المباركة التي شرفتنا بها مجموعة العميد، وهي ترفل بالعز تحت راية أبي الفضل العباس. وبحمد الله وبركاته قد أتممت مناقشة أطروحة الدكتوراه توظيف الإمام علي عليه السلام للقرآن الكريم في حياته وسيرته الشريفة جامعة الكوفة منذ 15 يوماً، فبحمد الله أتممت وأنجزت ما يعني تم علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، وأفضل الصلاة على فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمه، وعجل الله تعالى فرج يوسفها الغائب ونجمها الثاقب، وجعلنا من خلص منتظريه وأحبابه. لقد تعودت الفطرة الإنسانية على الإيمان بأن هناك مخلصاً سيأتي يوماً ما على فرس السعادة، وبيده سيف النور ليطرد الظلام وليخلص هذه الإنسانية من الشقاء والبؤس. هذه الفكرة تكونت وانعقدت في وجدان كل كائن بشري سار ويسير وسيسير على وجه هذه البسيطة، على اختلاف لغات هذا الكائن وعلى اختلاف عقائده وفلسفاته وطرقه في الحياة. ومنذ فجر التاريخ إلى هذه اللحظة من مسيرة الإنسانية، هذا الأمل وهذا الهاجس هو هذا الطموح البشري الذي يسعى للسعادة والسلام والدعاء تجسد عبر مسيرة الأديان التي سارت في مسيرتها التكاملية لتصل إلى أكمل الكمال المتمثل في الدين الإسلامي، الذي اعتبر هذا المخلص وانتظاره هو من أساسيات الإيمان في هذا الدين. لذا تكمن أهم الدوافع التي جعلتنا نختار عنوان هذا الموضوع هو سعة انتشار هذه العقيدة، أهمية الموضوع من حيث تأكيد جميع الأديان واجتماعها حول فكرة المخلص، وكذلك من أجل معرفة كل مخلص لكل ديانة، وبالتالي التماس الفكري المشترك في هذه الديانات بخصوص هذه العقيدة. ونظراً لما تقدم من الباحثين الأفاضل، لذا سأترك المبحث الأول وأبدأ بعرض المبحث الثاني، لأنه يتناول زبدة هذا الموضوع من حيث المقارنة لمفهوم المخلص في الأديان السماوية. طبعاً جاءت المقارنة للمخلص في الديانتين يهودية والنصرانية بالمقارنة مع الدين الإسلامي، وجاء هذا المبحث متكوناً من ثلاث مطالب. المطلب الأول اسم المخلص في الأديان الثلاثة وصفاته، أما المطلب الثاني الشعب المراد تخليصه، أما المطلب الثالث فمعالم حكومة المخلص. إن عقيدة المخلص من أبرز المشتركات المتفق عليها بين الأديان السماوية، رغم الاختلاف في المصداق الذي يطلق عليه اسم المخلص الذي يجسد هذا المفهوم في كل ديانة. طبعاً يرجع الاختلاف في ذلك إلى سببين: الأول الاختلاف في تأويل النصوص المقدسة وتحريفها وما تعرضت له هذه النصوص من ترجمة حرفية أفقدتها الكثير من تفاصيلها المهمة وغيرت الكثير من معانيها. ثانياً محاولة أصحاب كل ديانة إثبات أن هذا المخلص من هذه الديانة، وذلك عن طريق تحريف النص الديني أو إسقاطه على مصادق وشخصيات مقدسة عند إتباع كل دين، وذلك لحيازة الشرف والرتبة كون المخلص سيكون قائداً للبشرية يوماً ما ومسؤولاً عن هذه الأرض وخليفة الله في أرضه الذي ينتظر منه أن يشيع العدل والسماحة. المطلب الأول ذكرنا أنه سنتناول شخصية المنقذ في ثلاثة أديان مع اسمه. قدمت كل ديانة من الأديان الثلاث ما تمتلك من دراهين ومن براهين وصحة ادعاء، فقد اتفقت الديانات الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلامية حول مفهوم المخلص، لكن جاء الاختلاف في التسمية، رغم أنها في بعض الأحيان تتفق في معالم الشخصية التي تحدد من هو المخلص. فالمخلص في الديانة اليهودية ورد اسمه تحت مسمى الماشيح، أي الممسوح بالزيت، وهي علامة الملك عندهم كما جاء في الأسفار المقدسة، تأخذ من زيت المسح وتصب على رأسه وتمسحه. والمسيا أو الماشيح في المفهوم اليهودي للمخلص هو رجل مثالي من أي نسل؟ من يسل داود النبي، ويقوم
وهذا يعني جاء في نص معين، ها هو داود ويقوم قضيب من إسرائيل، ها هو المسيح الملك، فيحطم طرفي مؤاب ويهلك بني الوغي، وهذا هو داود في دولته. وجاء أيضا من صفات هذا الموعود في الديانة اليهودية إنه المبارك الذي ينجي الفقير والمسكين، كما جاء في سفر المزامير يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء من الظلم والخطف، يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه ويعيش ويعطيه من دم شيا، طبعا ويعيش ويعطيه من ذهب شيا، إشارة إلى الرخاء الاقتصادي الذي سيكون في حكومة الموعود المرتقبة. أيضا يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض. وفي نص آخر، لأنه من نار الممحص ومثل أشنان القصار، أمامه تشتو أهل البرية وأعداءه يلحسون التراب، هذه إشارة إلى قوة المخلص المرتقب فيما بعد. أما في الديانة النصرانية فيطلق اسم الفادي أو المخلص المسيح على المخلص، فكل ما ورد في الكتاب المقدس تحت هذا المسمى هو يشير إلى السيد المسيح حسب المفهوم العقائد المسيحي، ويشير أيضا التعبير الآخر ابن الإنسان إلى السيد المسيح أيضا. وهنا نتلو يعني بعض الفقرات: وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، حينئذ تتوج جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا. والمخلص النصراني يسوع المسيح، هنا أذكر نسبه، طبعا نسبه المطول أنا سأختصره يعني كلمات بسيطة، ينسب إلى يعقوب النبي، فهو السيد المسيح عيسى ابن مريم ابنة عمران عليهم السلام. طبعا يلاحظ يعني أنا ذكرت عدة أنساب موجودة في الأناجيل، يلاحظ الاختلاف في بعضها. أما المخلص الإسلام، المخلص في الدين الإسلامي، فهو المنتظر والمهدي والمنقذ والمخلص، وينسب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، ويسمى باسمه ويكنى بكنيته، حيث يقول، حيث روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي. وهذا المهدي المنتظر سيكون من ولد الزهراء سلام الله عليها، فقد قال صلى الله عليه وآله: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. وعن الرضا عليه السلام عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال للحسين: التاسع من ولدك، هو القائم بالحق المظهر للدين الباسط للعدل. وأيضا وردت في كتب الديانة النصرانية عدة صفات للمخلص، من أبرز هذه الصفات هي القوة، حيث ذكرته في يعني نص آخر: حيث يأتي بمجد وقوة في مجيئه الثاني. يعني إشارة، النصرانية تؤمن بمجيئين، المجيء الأول وهو يعني متعارف عليه إلى أن يعني قام بحسب يعني قولهم قام قيامته وصعد إلى السماء، ثم يأتي بمجيء ثاني. نفس ما موجود عندنا في بعض الروايات، موجود صيغة الأبدال أو المختطفون، هم يقولون عنهم المختطفون، نحن في رواياتنا ومفهومنا الشيعي الأبدال أو المخطوفين من فرشهم الذين لا يوجدونهم في فرشهم، وهم 313 يعني المعدودين الذين عندنا، هم يسمونهم المختطفين من فرشهم، هذه الصياغة مستبدلة فقط. وبعض صفاته: هو العادل الذي يعطي كل عامل أجره بحسب عمله، ها أنا آتي سريعا ومع الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. ومن شدة قوته ومجده هربت حتى السماء والأرض، ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت السماء والأرض وما بقي لهما أثر. والإسلام شأنه شأن باقي الأديان الذي سبقته، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم صفة القوة التي سيأتي بها المهدي الموعود: حتى إذا رأوا ما يوعدون، أما العذاب وأما الساعة، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحين خير الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. صدق الله العلي العظيم. لقد ورد في تفسير هذه الآية المباركة عن الإمام الصادق عليه السلام،
وأما قوله حتى إذا رأوا ما يوعدون فهو خروج القائم، وهو الساعة فسيعلمون ذلك اليوم ما نزل بهم من الله على يدي قائمه. فذلك قوله من هو شر مكانا يعني القائم، وأضعف جندا فهم أعداءه. وعن قوته وإقامته لأمر الله روي عن الأمير المؤمنين عليه السلام: وليكنن من يخلفني في أهل بيتي رجل يأمر بأمر الله قوي يحكم بحكم الله، وذلك بعد زمان مكلح مفلح يشتد فيه البلاء. أما المطلب الثالث فهو الشعب المراد تخليصه. ادعى كل قوم من أتباع كل ديانة إنهم هم الشعب المختار تخليصه، وهم سادة الشعوب الأخرى، ولأجلهم سيأتي المخلص ليخلصهم وينقذهم ويجعلهم سادة وقادة لباقي الشعوب. فقد جاء في الأسفار المقدسة بشارة على هيئة خطاب موجه إلى أورشليم معقل اليهود يبشرها بمجيء المخلص: اهتفي يا ابنة أورشليم، ها هو ذا ملكك قادم يأتي إليك، وهو عادل منصور وديع وراكب على حمار، ويتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. كذلك في نص آخر: فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة، فينقي بلي لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة، فإن ليكونوا مقربين للرب فتكون تقدمة يهوذا وأورشليم مرضية للرب كما في أيام القدم وكما في السنين القديمة. سيأتي ليقضي بالعدل للعدل للمساكين ويحكم بالأنصاف لبائسي الأرض. هذا في نص آخر. وأيضا فهم الشعب المبارك الذين وعدهم. أما الشعب المراد تخليصه في النصرانية فهم النصارى، حيث يعود المخلص ليسوع ليكافئ من استشهد في سبيله. ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الرب، فعاشوا وملكوا مع المسيح. سيأتي ليخلصهم لأنهم نسل مباركي الرب وذريتهم معهم. وكذلك إشارة أخرى: من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسين والقاتلين والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. أما الدين الإسلامي فينتظر منقذه الذي سيأتي لإنقاذ المؤمنين ورفع شأنهم وتقديم الإسلام على سائر الأديان، كما في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طبعا اختصارا للوقت لن أذهب إلى الخاتمة، وإنما أكتفي بما عرضت، رغم أنه مطبوع إن شاء الله وسيتم توزيعه فيما بعد. وأما الآن فأتقدم مرة أخرى بالشكر الجزيل لاستماعكم لي، وأحييكم مرة أخرى والحمد لله رب العالمين. أحسنتي وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير.